أكد طبيب العائلة الدكتور حمد الطريف خلال لقاء تلفزيوني في برنامج بكم نعود على أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي في هذه المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا، وذلك حماية للفرد والمجتمع. أول هيدن الجميع على وصولنا للمستوى الأخضر بتكاتف الجميع، الحمد لله. طبعا ما نقدر نقول هذه هي النهاية، صحيح. وإنما بادرة النهاية، فنحث الجميع على الالتزام بكل التدابير لمواصلة هذه المرحلة، ونشوف إن شاء الله المرحلة هذه تطول أكثر عندنا وما نرجع للمراحل السابقة. المهم بالنسبة لنا ان احنا نحترز نفس الاحترازات اللي كنا نسويها قبل، اللي هي التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات، غسل اليدين، غسل الاسطح والتعقيم، عشان نتفادى كل هذه الفيروسات، لان طريقه انتشارها هي طريقه واحده. فانت اولا بتحمي نفسك، انزين، بتكون في صحه قويه عشان تشيل اللي وياك، تساعد اهلك وتحمي اهلك عشان ما تنقل لهم الفيروس الى البيت.